يعني أنا للأسف قاعد أسمع معلومات وليس لديها أي توثيق. واسمحوا لي أقول في مراقبين يعني من الشؤون أقرب ما تكون إلى شاي الضحى. سوالف شاي الضحى اللي تتداول خرد عليها. لا طيب. خرد بموضوعية. احنا بدون توصيف يعني ورد عليك بالمنطق يا أستاذ الكريم. إيه؟ في مراقبين في قاعدة منطقية في قاعدة منطقية ما لها علاقة بالإسلاميين ولا لها علاقة بالإخوان المسلمين. قاعدة وضعها المناطقة والفلاسفة تقول عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. كونك ما تدري أو عدم العلم ليس علما بالعدم. كونك ما تدري عن شيء قول ما أدري، لا تقول مو موجود. هذه قاعدة عقلية منطقية. الأساتذة الكرام ما ندري وين تروح. طيب أنت ما تدرون. طيب مو معناته أن ما حد يدري، ما حد ما يدري. لا الناس تدري. لا الناس تدري. لا ما حد. أستاذي الكريم اتكلم عن نفسك. اتكلم لا تتكلم باسم احد. وين تروح هذه؟ لا يدرون يا استاذ الكريم. لا اول شيء يدري. اول شيء لا تقاطعني لو سمحت. اول شيء لا تقاطعني. انت قاعد تاشر علي. ماشي طيب ما يخالف. انت خليك معي. الشيء الثاني اذا ياكل وقت تكلم لو سمحت. دكتور علي خل حديثك معي. يا بتاع الراي الاخر. يا بتاع الراي الاخر يا استاذ. ارجو ان يكون ما يخالف. دكتور علي ارجوك ما يخالف. هم اللي قاطعني. انت اللي تقاطعني وتقول موضوعي. دكتور علي دكتور علي ارجوك انت دكتور وانسان فاضل انا يعني اقدرك واحترمك. واحد خلي النقاش معاي ولا وما نبي نشخصن الحديث. ما نبي نشخصن. اي والله نبي احنا نستخدم يعني عبارات شوي تكون ارقى من كذي. وانا يعني اربأ بك انك انت تفضل الحديث عن اقصاء الاخر. يعني المطالبه بملاحقه الاسلاميين وعزلهم من مناصبهم ليش؟ لان مجرد يحمل فكر اسلامي ها، وبعدين يقول انا ضد الاقصاء الاخر وضد التشدد. ايد انقلاب وايد ضبط وايد ضرب الناس بيقول انا ضد الاقصاء. طيب اذا كان الناس قاعد تختار اتحاد الطلبه باصوات حره نزيهه، قاعد تختار جمعيه المعلمين باصوات المعلمين، قاعد تختار جمعيه شفافيه مو اخوان بس اذا انت بتعتبرها اخوان قاعد يختارونها باصوات الاعضاء. طيب هذه اصوات الناس فما تضيروا في ذلك. يا اللي ما تبي تقصي الاخر احترم اصوات الناس. بتقول لي وزارة التربية إخوان، أنا أقول لك اذكر لي أسماء وزيرين من الإخوان صاروا الليبراليين هم وزراء التربية. وزراء التربية إخوان. طيب. لا هو الشارع وزارة التربية إخوان الليبراليين. إذن لا تقول لي وزراء التربية إخوان، المعلمين معلمين إخوان، مواطنين كويتيين درسوا في كلية التربية صاروا مدرسين في اعتراف. ولا هم بعد مدرسين لازم ما يحملون فكر آخر. ما هو الدكتور قاعد يقول أنا علماني. معلش الدكتور قاعد يقول أنا علماني ويدعو للعلمانية. ما حد قال الآن أنا لو إسلامي ما راح أقول اقصد دكتور شملان لانه علماني ولا تخلونه يتكلم. في المقابل لا تقول لي اقصد الاسلاميين عن مناصبهم فقط مواطنين كويتيين لهم كامل الحقوق والواجبات فقط لانه يحمل فكر اخر. الامر اخر دكتور شملان العيسى جزاه الله خير تفضل وقال ان الجمعيات الخيريه ما يدرون وين تروح وين كذا، والدليل مبارك دويله المهندس مبارك دويله قال كذا كذا كذا. نعم. واضح انه في خلط كبير ما بين جمعيات خيريه تحت رقابه الشؤون، الشؤون تراقب عليها واتمنى تجيبون موظفين من وزاره الشؤون تسالهم. نعم يرغبون عليها ويعطونهم مخالفات على فكرة. في مخالفات حال أي جهة من جهات موجودة في الدولة تحصل عليها مخالفات الجمعيات إدارية الخيرية هذه. تحصل عليها مخالفات إدارية مخالفات مالية طبيعي. نعم. طيب لا تحصل مخالفات ويحصل أحيانا إغلاق بعض الأفرع إلى آخره. لا طيب. وزارة الشؤون موجودة. هذا فرق بينه لا تقول لي إخوان مسلمين ولا حدث ولا كذا عندهم قاعد يمارسون السياسة مواطنين. طيب. بتقول لي خذوا من فلوس الزكاة أقول لك يجيب لي دليل. دكتور علي وضحت الفكرة ووصلت بشكل واضح. كيل الاتهامات بالباطل. طيب. بدون أدلة. أنا قلناها الأساتذة يكتبون مقالات من 40 سنة يمكن. نعم. في مرة ذكروا واقعة واحدة حصلت بالأسماء إذا ما يبون المخاطبة القانونية يحولونها للنيابة. واقعة اللجنة الفلانية منحت المرشح الفلاني المبلغ الفلاني والدليل هذا الوصل. طيب ماشي أوكي تفضل. يقدر يثبت كلامه بالطريقة. دكتور علي خلنا نأخذ أخوك الدكتور طارق. أنا أحترم وجهة